على الموضوع. واضح صوفيا. بس نرجع للتصريح نتاع هشام المشيشي، نحب نذكر الساعة في ما يتعلق بإطلاق المبادرة. إطلاق المبادرة هذه كلمة استعملت في المشهد السياسي التونسي في التسعينات. استعملتها أول مرة حركة النهضة، وقت اللي أطلقت المبادرة شنو اللي صار؟ اللي صار أنه المناضلين متاعها نهضويين بدأوا يضربوا في التوانسة بما فرق في إطار إطلاق المبادرة، في إطار قرار سياسي بإطلاق المبادرة. إطلاق المبادرة أدت إلى عملية باب السويقة اللي حرقوا فيها حارس متاع شعبة دستورية، حرقوه وهو حي. هذا الكل باش نقول لك شنو هو، انه في التاريخ السياسي التونسي اطلاق المبادره عمرها ما جابت لنا حاجه باهيه. دونك سي المشيشي اليوم يخوفنا اكثر من اللي طمنا وقت اللي يحكي على اطلاق المبادره بشكل هذا. الشيء الثاني هو انه مش مهم التعديل هذا يتعدى ولا لا، المهم انه حريه الصحافه اللي يحبوا يضربوها باش تبقى استحقاق من استحقاقات الثوره، قائمه الذات. وكيما فما الاف من المناضلين دافعوا على حريه التعبير وحريه الاعلام في تونس في احلك الفترات، باش يكملوا يدافعوا عليها اليوم. الحاجه الاخرى انه المشيشي بالقرار نتاعو نتاع سحب المرسوم 116 اسقط عن نفسه ورقه التوت وبقى عريان، وظهر أنه مجرد انتهازي كيف وكيف غيره حتى وإن كان لا ينتمي إلى الأحزاب. والانتهازية ما هيش في الأحزاب بركة، نجم تكون لدى ما بين ظفرين المستقلين. ثانيا أنه ما تهموش مصلحة تونس وإنما تهمو مصلحته الشخصية. ثالثا أنه مستعد أنه يتحالف مع الشيطان. ولنا ماذا بيا نستذكر غناية عدينا بها شبابنا من كلمات أحمد فؤاد نجم وألحان وغناء شيخ الإمام، دور يا كلام على كيفك دور، خلي بلدنا يعوم في النور، أرمي الكلمة في بطن الظلمة تحبل سلمة تولد نور، يلهلبنا يكشف عبنا ويلهلبنا لسعة بلسعة نهب نثور، دور يا كلام على كيفك دور. دور يا كلام على كيفك دور، هكا يقول الكلام. نحن مازلنا باش نكملوا مع الكلام يا احلام. جوستومون، المحكمه الابتدائيه في تونس رفضت تقبيل شويه القضيه الاستعجاليه المرفوعه من قبل رئيسه كتله الحزب الدستوري الحر ورئيسه الحزب عبير موسي، اللي تقدمت بطلب ابطال الجلسه العامه لليوم اللي فيش يتم فيها النظر في التنقيحات او التصويت على التنقيحات في المرسوم 116. نسمعوا عبير موسي في تصريح.